دايما في التوبة نعتمد على ربنا وليس على ذراعنا البشري. فالنقطة الأولانية، ربنا بيحبنا جدا. الشيطان دايما يحاول انه يبعدنا عن هذه الحقيقة. ونتأكد من الإنجيل اللي قريناه النهاردة من كل معجزات المسيح أن الله يتراءف ويقول لنا لا تبكي. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية، قم مع المسيح. شفنا الحقيقة في هذه المعجزة نموذج الشاب الميت، والموت هنا يفكرنا بموت الخطية. الحقيقة الإنسان فقد كل شيء بالخطية، الخطية فصلته عن ربنا وصار الإنسان ميت زي الشاب الميت، زي العازر اللي دخل القبر يمثل الإنسان الذي أتعبته الخطية حتى الموت، لأن أجرة الخطية موت. وهكذا الإنسان صار بلا تعزية وبلا سند مثل الأرملة أم هذا الشاب اللي فقدت زوجها ثم فقدت ابنها وعاشت في إحباط ويأس. الإنسان فقد كل شيء بالخطية، وصار الإنسان في حيرة شديدة وحزن ويأس ولا يعرف كيف يرجع، زي الجموع اللي كانوا موجودين في هذه المعجزة ومتعجبين من موقف موت الابن وموقف الأرملة. وكان ده نموذج الجموع دي كلها أو الأحداث دي كلها أو أبطال هذه القصة يمثلون حياة الإنسان اللي فقد كل شيء بالخطية، ويجي ربنا بتحننه ويتدخل في الأحداث ويتعامل مع هذا كله في هذا الموقف، لأنه ربنا يدعونا إلى القيامة، يعني هو القيامة والحياة، يعني ربنا هو مصدر الحياة وهو كل رجاء. الحقيقة بنجد كمان أنه بالنسبة لهذه الأرملة ربنا أتى واستجاب تقريبا بعد الهزيع الرابع. يعني إيه؟ يعني معروف إن إحنا بنجيب سيرة الهزيع الرابع تملي لما يكون ربنا بنشعر إنه تأخر في الاستجابة من أجل فايدتنا. وده على فكرة جه في إنجيل عشية بتاع النهاردة. اللي يقرأ إنجيل عشية هو إنجيل السيد المسيح لما أتى ماشيا على الماء وجه في الوقت الهزيع الرابع لتلاميذه وكانوا خايفين، وبعد كده جالهم وبطرس مشي على المية وجاء في الهزيع الرابع. ربما يجي ربنا في الهزيع الرابع، وربما يجي كمان ربنا بعد الهزيع الرابع، بعد لما يكون هذا الابن قد مات. ومعجزات كثيرة بنشوف فيها ربنا بيجي حتى بعد لما يكون فقد الإنسان رجاءه خالص، لأن حتى على رأي حد من القديسين لما يقول حتى لو الإنسان فقد رجاءه الله لا ييأس من خلاصه، دايما ربنا بيدور على الخروف الدار حتى وإن كان بعد الموت. وشفناها في إقامة العازر أيضا وإقامة ابنة ييروس، إن ربما خلاص يعني زي ييروس لما جاله ناس تقوله لا تتعب المعلم لأن ابنتك ماتت، هو بالنسبة لربنا ما تخافوش إنها نائمة، ربنا قادر، عند الرب للموت مخارج. فالإنسان فقد كل شيء بالخطية، لكن جه ربنا يقدر يعيد كل شيء، ومش بس يعيد كل شيء، يقدر هو الوحيد اللي يغير. هو أقام الميت وأعاد الفرح للأرملة ولمس النعش بقوة سلطانه فوقف الحاملون، حتى حاملو النعش تجاوبوا مع هذا النداء ولمسة ربنا، وبالتالي كل الجموع أظهر مجده لكل جموع وتأكدوا ومجدوا ربنا على هذه المعجزة. فربنا جه غير كل شيء بدون حتى أن يطلب أحد، لأنه يفعل كثيرا جدا أكثر مما نطلب أو نسأل أو نفتكر. فالله قادر أنه يغير الكل، وجاء من أجل الكل وغير كل شيء في الإنسان، لكن يفضل تجاوب الإنسان مع ربنا. وده محور أناجيل شهر بابا كلها، زي ما اتفقنا الله قادر أن يغير كل شيء بسلطان لاهوته. فالنقطة الأولى أن نتأكد أن ربنا بيحبك جدا، هو الوحيد القادر على التغيير. نمرة اتنين، لازم نتجاوب مع هذا التغيير، نتجاوب مع عمل الله، نتجاوب يعني بالتوبة، نتجاوب يعني نعرف أن الحياة في المسيح فقط، نتجاوب يعني يكون لنا رجاء في المسيح. قديس بولس الرسول يقول الآية المشهورة، استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. يعني إيه القيامة هنا؟ أباء الكنيسة يقولوا القيامة هنا هي التوبة، استيقظ من بين الأموات، لأنه الإنسان الخاطي اللي عايش في الخطية هو إنسان ميت. يقول على الابن الضال قبل أن يرجع، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فيا بخت الإنسان اللي يقوم مع المسيح، يا بخت الإنسان الشاب الميت ده اللي قام مع المسيح وتجاوب معاه وعاش في التوبة.